العيال دي عملت بتاع غريب. انت عايز من ده ولا من ده تصورنيش انا ولا عشان من ده؟ يا جي عايز من ده ولا من ده؟ سيبه هو يقول من ده. ماشي تعال نحط لك ملعقة، خد بالبيض يا عم عشان في شطة مش كتير. حلو كده، حلو كده ولا عايز من الطبق؟ سمير، سمير عامل لي هناك حلو خد. يعني مش لازم. ايوه اهو، ايوه بجيب، ايوه بجيب طبق سمير. طبق سمير. ما تجيبنيش سمير، عايز السمير ولا اديك سمير؟ ولا حلو كده؟ خلاص هو بيقول لي حطها لي على بيقول كده. هو تمام كده. تمام كده يا جيه، خد طبق تعال. يلا نط. ايه ده؟ اقعد على الكرسي، انت بشر. على الكرسي بتاعك اقعد. كل استنى لما يبرد، اقعد جنبه استنى لما يبرد. ماشي يا جيه. عجب، هو عجب، هو عايز كوكتيل ما بينه وما بين طبقي وما بين. انتوا بقى ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ يعني جي نفسه مستعجب وعمال يدوق. ده اندومي؟ بقول لكم انا بعتك، جبت قطعتين من بره. ده اندومك؟ جبت قطعتين بنقطعهم وده اندوم مربعات. سمير؟ ده ثلاث انواع. جبت يا بابا قطع بانيه. ده انت بتتكلم عن ده؟ بتاع احكي. قطع بانيه قطعتها حطيتها في الزيت، شوحتها نص معلقه، نص قرن فلفل لو عايزين حامي حامي، بس انا حطيت رومي عشان لسه احط حامي. حطيت نص وقطعته برده مربعات صغيره، حطيته حمرتهم نص نص، راح خرجتهم في طبق. جبت طبق، جبت حله، حطيت ميه. اجي اوعى، حطيت ميه، حطيت الاندومي الكبير. راح ايه، راح النص نص سلقه. راح جبت اللي انا خليت اللي انا عامله حطيته، راح حطيت النص نص ايه صلصه، نص معلقه صلصه، ونص صوص صويا، ونص خل عنب. وراح سيبتهم لما استوى خرجتهم في طبق. ماشي يا عم. وايه وبيض قطعتها بس. على ما اعتقد ان انا كده يعني، انا لو فهمت حاجه هم هيفهموا حاجه، بس اكيد كلنا هنفهم عشان هنعيد الفيديو 700 مره عشان نفهم. بسمير قول لي انت بقى ايه. انا بتاعي هو بتاعك، بس الفرق ان انت بتاعك ما فيهوش شطه. طب ده بتاعي هو بتاعك بس فرق الشطه. فرق الشطه ان انت عندك شطه. بتاعي انا بقى او بتاعك معمولين ازاي اصلا يعني؟ الاثنين معمولين ازاي؟ هو أيوة. بس الفرق ان انت عندك ما فيهوش شطه. ايوه. بص، جبت الاندومي حطيته في حله، وجبت البانيه قطعته حطيته معاه، وجبت بيضه مسلوقه نص نص حطيتها معاه، وحطيت معاه بيضه تانيه مسلوقه على الاخر، وحطيت معاه توابل، كمون، فلفل اسود، كزبره، بهارات لحمه. انا نسيت، وحطيت اسمه ايه، خل عنب، وحطيت صوص صويا، وحطيت ايه تاني، وحطيت خيار قش قطعت شايف. هو الاخضر الغريب اللي انا باكله ده؟ ايوه هو ده خيار القش. ده خيار قش انت مقطعه في وسط الاندومي؟ وعايز اقول حاجه، انا حطيت كمون وفلفل اسود، وانا حطيت برضو طماطمايه قطعتها عشان بتدي طعم حلو، وحطيت ميه بقى بس مزودتش، حطيت ميه عشان تعمل اندومي تش حلو. عشان تعمل الاندومي تي. لا جميل، جميل بصراحه. وانت يا جي ايه رايك في الموضوع؟ جي بيتاوب عايز ينام. جي يا جي يا جي، ايه القصه؟ بقك يا عيني، ده جاله انهيار عصبي، ده جاله انهيار عصبي. لعب بيه بس ما تحطوش في الارض. هو ياخد اي حاجه ويجري. ماشي يا جي، وكده احنا عرفناكو جي كان مبسوط ليه وهو بيختار بين الثلاث اطباق. نشوفكو في اندومي جديد. يلا.